السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاد، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني الجزائري. بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما عرفناش إذا نقولوا مبروك التعادل ولا المهم التعادل، لكن نقولوا مبروك مدام التعادل هذا خلانا يعني في السباق، حتى لو انهزمنا يعني كنا رايحين نبقاو في السباق لانه تبقى مباراه اخرى. لكن واش هو الفرق؟ بل ما نتكلم عن المباراه، لانه الكثير يقول لك تعادل ولا هزيمه كيف كيف. لا مش كيف كيف، لانه الهزيمه كانت تخلي بوركينا فاسو اولا يضمن التاهل في المركز الاول، يعني ما راح يكون مكان راح يكون لنا حتى حظ باش نحتلوا المركز الاول، لكن الان عندنا حظوظنا باش نحتلوا المركز الاول، وهو اننا نفوزوا على منتخب موريتانيا على الاقل بهدفين، ومنتخب بوركينا فاسو ينهزم او يتعادل مع منتخب انغولا. ننتظر نتيجه اليوم انغولا بطبيعه الحال، لكن في كل الاحوال ان المنتخب الوطني الان راهي عنده كل حظوظه. المجموعه مازال ما باحتش بكل اسرارها، المنتخبات الاربعه عندها حظوظها باش تتاهل الى المركز او الى الدور القادم، والثلاث مراكز او نقولوا المركزين وثلثي المركز الثالث، لانه يتاهلوا اربعه من سته يعني ثلثي المركز الثالث، يعني مازال هناك حظ في هذه المجموعه، وبالتالي يعني مركز زائد ثلاثه زائد اثنين على ثلاثه مركز. لو الان لما تعادلنا كما قلت عندنا حظوظنا كلها، لكن لو انهزمنا اذا بوركينا فاسو طارد بالمركز الاول، ولو فازت انغولا بنسبه كبيره طارد بالمركز الثاني، يتفاهموا الماتش التالي يخرجوه طابله ولا 0-0 ويتاهلوا في الاثنين، واحد في المركز الاول وواحد في المركز الثاني، وحنا لازم علينا نفوزوا ونقعدوا ننتظروا نتائج المجموعات الاخرى. راكم شفتوا شويه المساله معقده نوعا ما، لكن التعادل هذا الحمد لله خلانا يعني في السباق للتاهل الى الدور القادم. الصدارة ماهيش بيدينا، لأنه كما قلت لازم عليك تفوز، وبوركينا فاسو ما تفوش يعني في حسابات، المركز الأول في حسابات، المركز الثاني لا ما فيش حسابات، تفوز تتأهل بشكل رسمي. مثلا لو أنغولا فازت يولي عندها 4 نقاط، وكذلك لو موريتانيا فازت يولي عندها 3 نقاط. الآن موريتانيا الحساب بينه وبينها راهو باين، وبوركينا فاسو وأنغولا يعني أكيد واحد فيهم فقط راح يتجاوزنا وما يقدروش يتجاوزونا في الاثنين. إذا كما قلت الفوز على موريتانيا المركز الثاني مضمون 100%، ونواجهه متصدر مجموعة تونس وهو بنسبة كبيرة مالي. الآن نروح إلى المباراة. الآن السؤال اللي يبقى مطروح، كيف بالماضي يدخل بالتشكيلة الخاطئة؟ كلنا نعرفوا عمورة ونعرفوا شايبي ونعرفوا فريقنا وحتى آدم والناس، معليش نقولوا آدم والناس ممكن أنك تدخلوا لكن تدخلوا في وقت أبكر، يعني دخول بالتشكيلة الخاطئة نشوفه بأنه تشكيلة خاطئة. يعني والله ما فهمش كيف الشايبي رجل مباراة في المباراة الماضية ما يدخلش، لاعب مثل عمورة ما يدخلش، شفنا أنه عمورة لما دخل أزعج كثيرا مدافعات منتخب بوركينا فاسو، شفنا كذلك أنه عمورة لما دخل في الشوط الثاني المنتخب البوركينابي كان تكمش نوعا ما وبدا يلعب يعني كما احنا نقولوا منكمش ويحوس فقط على المرتدات، ما كانش فاتح اللعب كما الشوط الأول، لكن الشوط الأول كان يلعب بلوك نوعا ما متقدم، وعمورة كانت تكون عنده خطورة. هو عمورة تقريبا ما فعل ولا شيء، لأنه كما قلت المنتخب البوركينابي كان يلعب بتحفظ، وعمورة ماهوش عمورة اللي يلعب في المساحات، يعني نفسه عمورة اللي يلعب في أمام الدفاعات المتحفظة. إذا هنا نتكلم عن أمر مهم جدا وهو التشكيلة، لازم الآن بالماضي خلي المجاملات، ما عندكش الآن خلاص، يعني كل الأسباب بانت لك أمام أيديك، ما عندكش عذر، التحضير، الأرضية، كل شيء يعني للمنتخب الوطني مهيأ. رانا من 2019 مازال ما فزناش بمباراة في كأس أفريقيا، تعادلنا 3 مرات وانهزمنا مرتين، إن شاء الله المباراة الثالثة يكون انتصار، لأن المنتخب الموريتاني ماهوش ذلك المنتخب السهل كما يتوقع البعض، بل هو منتخب بنفس يعني مستوى بوركينا فاسو. الآن نجي نتكلم عن بوركينا فاسو. أنا والله للأمانة بعد مشاهدتي لبوركينا فاسو في المباراة الودية، وزدت شفته اليوم وشفته في مباراة موريتانيا، والله منتخب بوركينا فاسو منتخب متوسط، يعني نقدر نقول لكم أنه مجموعتنا هذه من أسهل المجموعات في البطولة، لكن للأسف 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 ما ضمناش تأهلنا حتى وإحنا رايحين للجولة الثالثة. نتمنى أنه بالماضي واش يدير التشكيلة، أول شيء التشكيلة فيها خلل، يعني جيت لعب في غولي في آخر أو في مباراة حاسمة، يعني الزمن رجع بك أو توقف بك وعدت إلى تشكيلة 2019، يعني تشكيلة بها 8 لاعبين شاركوا في كأس أفريقيا الأخيرة، زيد لهم لاعب شارك في كأس العالم 2014، فقط اللاعب الجديد هو أيت نوري.
يعني ممكن حتى انه لو بالعمري كان في اوج عطائك، وشفنا اليوم تشكيله 2019 تلعب اليوم. لذلك انا الان نقول انه لازم بالماضي يتحلى ببعض الشجاعه، لانه منتخب بوركينا فاسو منتخب متوسط، ممكن رانا سلكنا له وتعادلنا معاه في الدقيقه الاخيره، رغم ذلك كنا عانينا معاه، لانه هزيمه اليوم كانت راح تكون كارثه بكل ما تحمله يعني الكلمه من معنى للاسف. لكن الحمد لله احنا رانا تعادلنا في الدقيقه الاخيره بفضل بونجاح اللي ما كانش اصلا في الحسبان، وهو في طريقه الى يعني ان يكون هداف هذه البطوله. الان عنده 3 اهداف، يعني ممكن كاين هداف الراس الاخضر، كاين هداف او حتى مش الراس الاخضر، هداف غينيا الاستوائيه، كاين لاعب غانا، لاعب ويست هام قدوس اللي راه مسجل هدفين. اول شيء لازم انا دائما نشوفه يا جماعه، قلت من الجوله او من المباراه الماضيه، انا ما نستنى من الماضي لا تكتيك ولا شيء، اعطي يا اخي حط لي التشكيله المناسبه واختارك شيء. تشوف اللاعبين اليوم، شوفوا الجرينتا والقوه والحراره، اللاعبين كان عندهم رغبه انهم يعني يتعادلوا حتى انهم يفوزوا، لانه فيلود انا نشوف بانه سير المباراه كما يريد. اليوم فيلود ادخل المباراه انه يعني يبحث انه باش ما ينهزمش ونجح في الرهان نتاعو، حنا دخلنا باش نفوزوا وتعادلنا، لكن التعادل ماهوش افضل نتيجه لكن يبقى افضل من الهزيمه. يعني هذا الشيء اللي ممكن يرفع لنا شويه معنويات. التعادل المفروض نحن كجزائريين ما يرضيناش، لكن يبقى افضل من الهزيمه وحسابات معقده جدا. اليوم على الاقل سلكنا الحسابات اللي كنا فيها يعني في البطولة السابقة. للأسف يعني والله النتائج هذه مع الجودة تاع المنتخب نتاعنا بعيدة كل البعد. أنا قلتها في الفيديو السابق، ما عندي حتى ثقة من الجانب الفني في المنتخب نتاعنا، ثقتي فقط في الجرينتا، في الكاريزما، في الشخصية، في الرغبة نتاع اللاعبين أنهم يقدموا. لأنه لما نشوف منتخب مثل المغرب، منتخبات مثل كوت ديفوار، مثل السنغال، أتقدم يعني ما نشاهدوه، خاصة المنتخب السنغالي لأن المدرب نتاعنا والمدرب نتاعهم هما فقط اللي عندهم فترة طويلة هما يخدموا، تقيدني عمري للأمان، والله لأنه يعني حنا نتمناو أنه المنتخب نتاعنا يفوز أمام موريتانيا باش نتأهلوا من دون حسابات، نتأهلوا على الأقل في المركز الثاني ويكون عندنا فرصة، باش لأنه من بعد كي نروحوا لدور الخروج المغلوب خلاص ما يبقاش فيه منتخب قوي ومنتخب ضعيف، يبقى جزئيات صغيرة جدا لازم نتحكموا فيها. حط لنا التشكيلة المناسبة فقط وتشوف اللاعب الجزائري واش يقدر يدير. بالتوفيق لمنتخبنا. الفيديوهات القادمة راح نتكلموا بالتفصيل عن ما حصل في المباراة، لأنه هذا الفيديو درته مباشرة بعد اللقاء، ما نقدرش نتكلم يعني من الناحيه الفنيه. الواحد راكم تعرفوا الماتش، نشوفوه مستريسين مقلقين زعفانين، نعاودوا نشوفوا المباراه بحول الله، وفي السهره بحول الله نعاودوا نتكلموا عن اهم ما جاء في المباراه من الناحيه الفنيه. اذا نوصلوا الى هذه النقطه، يعني الحمد لله اللي مازال رجلينا في كاس افريقيا وما دخلناش حسابات معقده، لكن رغم ذلك مازال شويه كاكيراتيس راه يطل، لانه الصداره فيها حسابات، الصداره باش نتصدروا فيها حسابات وباش نتفاداو مواجهه منتخب مالي. لكن احنا المهم نتاهلوا، ومن بعد لكل حديث حديث، على الاقل يكون عندنا مشاركه افضل من المشاركه السابقه، ومن بعد في الادوار المقبله لكل حديث حديث. لكن الجانب الفني تاع المنتخب الوطني ماشي حديث فقط، احاديث وكلام كبير، لانه من المفروض اليوم كنا راح نتاهلوا، اليوم مباراه راح نتاهلوا ومغمضين عينينا، لكن هذا هو منتخبنا وهذا هو العمل في منتخبنا للاسف طيله السنوات الماضيه. بالتوفيق لمنتخبنا في المباريات القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.